الحمد لله تعالى تم تشغيل جهاز السايبر نايف في مستشفى 57-357. الجهاز ده هو الجهاز الوحيد الموجود في مصر وفي كل أفريقيا. الجهاز ده هو عبارة عن جهاز علاج إشعاعي معجل خطي محمول على روبوت. بنوصل الجرعة بدقة كبيرة للورم وأقل إصابة إشعاع للأنسجة السليمة تتبع الورم. الجهاز فيه كاميرتين بتصور المريض خلال الجلسة كذا مرة، بحيث إن الجهاز بالروبوت اللي عليه بيظبط نفسه مع الورم بيتتبعه طول الجلسة. الجهاز بيعالج أورام، من أهمها أورام المخ والبروستاتا. وإحنا هنا بنتبع البروتوكولات العالمية زي بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمعايرات والقياسات الفيزيائية لضمان جودة وصول الجرعة الإشعاعية للورم، وإن شاء الله نطمح للمزيد وبإذن الله نخدم أكبر عدد من مرضانا إن شاء الله.